لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين وأمير المؤمنين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال أبو عبد الله: أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. قال العيني رحمه الله: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق هو التعليم العام، يعني من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، ده التعليم الإيه؟ التعليم العام. نعم. وفي هذا الباب التعليم الخاص، يعني للأهل وللأمة. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومطابقته للترجمة في الأمة بالنص، إن الحديث هنا نص على الإيه؟ تأديب الأمة وتعليم الأمة، ثم بعد ذلك تزوج هذه الأمة. وفي الأهل يعني في الزوجة بالقياس، إذ الاعتناء بالأهل الحرائر الزوجة الحرة في تعليم فرائض الله تعالى وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم آكد من الاعتناء بالإماء. يبقى يعتني أن هو يعلم مين؟ زوجته، أولى من هو يعلم أمته. نعم. رجال هذا الإسناد ستة. وطبعا إذا على الإشارة في تعليم الأهل ده يبين أن للأهل حق واجب على الزوج في أن يعلمها فرائض الدين أو يعلمها ما يلزمها أن تتعلمه شرعا. لذلك إحنا بنجد في الأسئلة اللي بتأتي مآسي سواء كان من حال الزوج أو من حال الزوجة. فهذا تنبيه للأزواج للرجال أن يحرصوا على أن تتعلم نساؤهم أو يعلمهم نساءهم، يعلموهم ما يلزمهم من أحكام الطهارة، أحكام الحيض، أحكام الاستحاضة، أحكام النفاس. هذه الأمور يعني أساسية في فقه المرأة المسلمة. تعليم البنت إذا جاءتها الدورة فهي امرأة وليست طفلة، طالما بلغت فهي امرأة وليست إيه؟ وليست طفلة، فيلزمها فرضا الحجاب، يلزمها فرضا الطهارة ومعرفة أحكام الطهارة ومعرفة إقبال الدورة وإدبارها وماذا تفعل إذا أدبرت الدورة إلى غير ذلك من هذه الأمور. ولذلك يعني أحوال بيوت المسلمين تئن
مما يعتريها من الجهل بأحكام الله عز وجل. فدي مسألة في غاية الأهمية، مسألة في غاية الأهمية. رجال هذا الإسناد ستة: محمد ابن سلام ابن الفرج السلمي مولاهم، أبو عبد الله البخاري البيكندي ثقة ثبت، روى عن أبي الأحوص سلام بن سلي وعن هشيم وابن المبارك وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد وخلق كثير. انفرد أبو عبد الله البخاري بالرواية عنه من الستة، وكان من أوعية العلم وأئمة الأثر رحمه الله تعالى. قال يحيى بن يحيى النيسابوري، ده شيخ الإمام مسلم وأكبر شيوخ الإمام مسلم، وأول سماع للإمام مسلم كان من شيخه يحيى ابن يحيى النيسابوري. قال يحيى بن يحيى: بخراسان كنزان، كنز عند محمد ابن سلام البيكندي، وكنز عند إسحاق بن راهوي رحمة الله على الجميع. ولذلك قال الإمام أحمد: ما عبر الجسر أفضل أو أعلم من إسحاق، وإن كان يخالفنا في أمور، في أشياء فروع العلم، لكن ماذا للناس يختلفون، ما فيش مشكلة، ما فيش إيه، ما فيش مشكلة في أن احنا نختلف في إيه، في جزئيات أو فرعيات لن يتوقف عليها إيه ضرر بالعبادة أو ضرر بأي شيء، ما فيش مشكلة. ولذلك الآفة أن أنت ممكن تعمل من هذه الخلافات في الفروع، في الفروع ممكن تجعل الخلاف فيها كأنه خلاف في الإيه، خلاف في الأصول، وهي دي الطامة للأسف الشديد، هي دي الطامة للأسف الشديد. فإذا كان الأمر فيه سعة فإياك أن تحجر واسعا، إياك أن تحجر إيه، إياك أن تحجر وتضيق الواسع. وإلا أنت عندك الصلاة، أنت عندك الصلاة من أول ما تقول الله أكبر لحد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، كلها اختلاف. وما فيش حد من أهل العلم أبطل صلاة، صلاة إنسان أو صلاة مصلي لكونه خالف له في المذهب أو خالف له في الرأي أو كذا أو كذا أو كذا، إلا ما سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى في أمور معينة أو أمور محددة في بابها إن شاء الله عز وجل، في مسألة بس كلام يرد به على الحنفية في مسألة التشهد والأمور دي تأتي في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. مسائل التكبير، هل ينعقد التكبير بغير الله أكبر؟ يعني ينفع الله عظيم، الله أي صيغة تدل على التمجيد والتعظيم؟ أمور 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 تأتي في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. كان البيكندي محتشما ذا أموال، روى محمد بن يوسف السمرقندي عن محمد بن مبشر الكرميني أنه قال: انكسر قلم محمد بن سلام البيكندي، وبيكتب من إملاء شيخه، الشيخ بيملي الحديث وبيملي العلم وهو بيكتب، فالألم بتاعه انكسر، فدلوقتي محتاج لي، محتاج لألم. طيب كلام الشيخ عنده وكلام العالم غالي جدا، ان تفوتوا حاجة غير ما ايه لم يدونها من العالم، وخاصة ان هو ان فاته شيء حيرجع ياخده، حياخده من مين؟ من أقرانه، يبقى نزل، وهو عايز ايه؟ هو عايز يعلو، واضح كده. فمن حرصه على العلم ومن حرصه على ألا يفوته شيء من شيخه أمر أن ينادى قلم بدينار، طبعا الدينار ده يعني قلم بدينار، فطارت إليه الأقلام كل وده يبين لك بقى دي إيه اللي حصل. يعني ما جبناش طلبة العلم التاني عملوا إيه، ده سابوا هم اللي سابوا العلم ورموا الإلمة عشان قال، لكن هو عنده العلم إيه، العلم عزيز، لا يروح الدينار، لكن ما تفوتنيش ايه، لكن التانية لا ناخدوا الدينار ومش مشكلة ناخدوها، الله المستعان. فطارت إليه الأقلام رحمه الله تعالى. له عند أبي عبد الله البخاري 125 حديث، توفي سنة 227 من الهجرة رحمه الله. كان نعم، طب حنقول حاضر. الثاني المحاربي عبد الرحمن بن محمد بن زياد أبو محمد الكوفي لا بأس به، وكان يدلس، حدث عن عبد الملك بن عمير وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش وفضيل بن غزوان والليث بن سعد وخلق،
روى عنه الإمام أحمد وأبو كريب محمد بن العلاء وهناد وأبو سعيد الأشج وابن أبي شيبة وخلق، وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني. وقال أبو حاتم: صدوق إذا حدث عن الثقات، إذا حدث عن الثقات ويروي عن المجهولين، هي دي الآفة بقى، هي دي الآفة، ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه بذلك. يعني إذا روى عن الثقات ولم يكن ثمة تدليس يبقى الحديث بتاعه على الإيه، لكن الآفة أنه إيه؟ يروي عن الإيه، عن مجهولين وكذا وكذا. وطبعا ممكن روى عن مجهولين ممكن يبقى فيها إيه بقى، يدخل فيها التدليس، يدخل فيها التدليس. قال الحافظ: ليس له عند الإمام البخاري أو في صحيح الإمام البخاري سوى حديثين متابعة. يبقى الحديثين فين؟ في المتابعات. يعني إذن نقدرون وليس على شرط مين؟ الإمام البخاري. حديثه عند الإمام البخاري إيه؟ في المتابعات، في المتابعات. هذا الحديث عن صالح بن حيان ها هنا في العلم، والحديث الثاني في كتاب العيدين باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، في العيد والحرم. قال أبو عبد الله: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير أنه قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، اللي كان دس عليه يعني كما هو معروف الحجاج، واضح كده، فالرجل ماشي بيرتكز على حربتي فارتكز على قدم عبد الله بن عمر فصار فيها السم، فكان فيها الأجل عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وروى له الباقون، وروى له الباقون توفي سنة 195 من الهجرة. الثالث صالح بن حيان، وهو صالح ابن صالح ابن مسلم ابن حيان أبو حيان الثوري الهمداني الكوفي، ثقة ثقة ثقة، وده من أعلى ألفاظ التوثيق. نعم. وحي لقب حيان، وقد ينسب إلى جد أبيه، يقال صالح ابن حي، يقال صالح ابن إيه؟ ابن حي. وهو أشهر به من اسمه، احتج به الأئمة الستة. مما ينبه عليه أن في طبقة صالح ابن حيان، صالح ابن حي، صالح ابن حيان القرشي، الاثنين إيه؟ الاثنين صالح ابن حيان، صالح ابن حيان القرشي، وهو كوفي أيضا، وليس هو به، ما هوش إيه صالح ابن حي الذي خرج له الأئمة، وهو واهن ضعيف. نعم. قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. وقد وهم من زعم أن الإمام البخاري أخرج له، فإنه إنما أخرج لصالح ابن حي. شفت بقى فايدة معرفة الأسماء والكنى والألقاب والرواة ومعرفة علم الحديث وعلم الرجال، التمييز بين هذا وبين هذا. فاللي ما عندوش هذه المسألة حيخلط، يقول لك بص أهو ده راوي ضعيف، وفين يبقى الحديث ضعيف، وإحنا عندنا يعني ناس قاعدة لل نعم. وفي هذا الحديث وهذا الحديث معروف بروايته عن الشعبي دون القرشي، وقد أخرجه البخاري من حديثه من طرق، منها في الجهاد باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. قال: حدثنا علي بن عبد الله يعني ابن المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا صالح بن حي، أدي النص، أبو حسن أنه قال: سمعت الشعبية، وأصرح من ذلك أنه أخرج يعني الإمام البخاري الحديث المذكور في الأدب المفرد، كتاب الأدب المفرد، بالإسناد الذي أخرجه هنا، فقال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا المحاربي قال: حدثنا صالح بن حي قال: قال رجل لعامر الشعبي: يا أبا عمرو، إننا نتحدث عندنا أن الرجل يعني في بلادنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر الشعبي: حدثنا أبو بردة عن أبيه أنه قال: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران الحديث. يبقى هذه الحديث برجال إسناده هو ده من طريق مين؟ صالح ابن حي، وليس هو الإيه؟
القرشي وليس هو القرشي. نعم. الرابع عامر الشعبي ابن شراحيل ابن عبد، ويقال هو عامر ابن عبد الله ابن شراحيل أبو عمرو الهمداني الكوفي، ثقة مشهور فقيه فاضل احتج به الأئمة الستة، سمع من عدة من كبراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال ابن عيينة: علماء الناس ثلاثة، ابن عباس في زمانه، عبد الله ابن عباس حبر الأمة، والشعبي في زمانه، والثوري سفيان الثوري في زمانه. كان الشعبي يستفتى وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني كان يفتي ويستفتى يفتي في زمن الصحابة في وجود الصحابة، يبقى ولا ينكر ذلك عليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الشعبي بلغ في العلم. نعم. قال الشعبي: إنا لسنا بالفقهاء، ولكن سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. يبقى العلم لابد أن يتبعه الإيه؟ العمل، لأن العلم علمت سار العلم حجة، طالما إيه؟ طالما تعلمت يبقى صار العلم إيه؟ حجة، حجة لك إن عملت بإيه؟ بمقتضى ما تعلمت، وحجة عليك إن إيه؟ إن تركت وأهملت وبدلت، نسأل الله العافية. وكان يقول: ليتني لم أكن علمت من ذا العلم شيئا، من ذا العلم شيئا. طبعا ما فيش حد بيتمنى هذا، لكن هو خايف على نفسه، خايف على نفسه من الإيه؟ من الإخلال بمقتضيات ما تعلم، أنه يخل، أن يتأتاه رياء، أن يريد بعلمه أن يصرف وجوه الناس إليه كما في الحديث والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو يبتغي بهذا العلم عرض الدنيا والعياذ بالله تبارك وتعالى، فكل هذا والعياذ بالله كما في الأحاديث فين؟ في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو يريد بذلك الرياء، الوجاهة عند الناس، أو يشار إليه فلان 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 إلى غير ذلك، فلم يتعلمه لله تبارك وتعالى، لم يتعلمه لإيه؟ يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وأن ينشر السنة وأن ينشر العلم على الناس. نعم. وذلك لأن العلم حجة على العالم، فينبغي أن يعمل به وينبه الجاهل فيأمره وينهاه، ولأنه مظنة ألا يخلص فيه وأن يفتخر به ويماري به لينال رئاسة ودنيا فانية، نسأل الله العافية. الخامس أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه الكوفي، ثقة احتج به الأئمة الستة، قيل اسمه حارث وقيل عامر وقيل اسمه كنيته، وهذا هو الأظهر، والله تعالى أعلى وأعلم كما تقدم. أما الصحابي فهو أبوه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أيضا. لطائف هذا الإسناد: أولا هو من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى أن رجاله كلهم كوفيون سوى شيخه فخرساني محمد بن سلام، أيضا أن رجاله رجال الجماعة إلا محمد بن سلام فإنه من أفراد البخاري رحمه الله، كذلك فيه رواية تابعي عن تابعي الشعبي عن أبي بردة، وهو أيضا من رواية الأقران، هو أيضا من رواية الإيه؟ من رواية الأقران. فإن روى أبو بردة عن الشعبي يبقى ده المدبج من دبجتي الوجه، يعني حتتين دولت كده، دول بيبقوا إيه؟ متساويين، ما فيش حتة طالعة وحتة نازلة، فيسموه الإيه؟ فإذا روى كل منهما عن الآخر يبقى ده إيه؟ من الأقران ومن الإيه؟ ومن المدبج. نعم. كذلك هو من رواية الأبناء عن الآباء أبو بردة عن أبيه. أما قوله حدثنا محمد ابن سلام، كذا هو في رواية أبي ذر، وفي رواية كريمة حدثنا محمد، طبعا كريمة وهل رأى أحد مثل كريمة رحمها الله تبارك وتعالى، طبعا كريمة دي ليها رواية البخاري، يعني في رواية كريمة ده صحيح البخاري. نعم. في رواية كريمة حدثنا محمد هو ابن سلام، يبقى عندي هنا محمد ابن سلام في رواية مين؟ أبي ذر. في رواية كريمة محمد هو ابن سلام، تفرق؟
تفرق كتير. ده فروقات بقى من أدب الرواية، فروقات في أدب الإيه؟ أدب الرواية. وفي رواية الأصيل حدثنا محمد فحسب، ما قالش هم ما نسبهوش، وده يبين لك إن شيخه كمان ما إيه؟ ما نسبهوش، وأبو ذر شيخه نسبه، ماشي كده؟ اللي نسب له الحديث. لكن في رواية كريمة ما فيش هنا إيه؟ نسب. محمد مين؟ لكن محمد هو ابن سلام. طب ليه ما قلناش محمد ابن سلام زي رواية أبي ذر وتخلص المسألة؟ تفرق. تفرق في إيه؟ تفرق كيف تحملت عن شيخك، ماشي كده؟ أنت تحملت عن شيخك محمد ابن سلام ولا محمد بس؟ فإن كنت تحملت من لفظ شيخك، من إملاء شيخك محمد ابن سلام، تقولها محمد ابن سلام زي ما إيه؟ زي ما سمعت. واضح كده؟ طيب لو كان شيخك قال محمد، طب محمد كم محمد موجود في الصحيح؟ أي المحمدون هو؟ هنعرفها إزاي ديت؟ طب أنا عرفت محمد ده مين؟ محمد ابن سلام، ماشي كده؟ طيب أقدر أقول حدثنا شيخي، حدثنا محمد بن سلام، قال حدثنا محمد بن سلام، ما أقدرش. طيب أنا عايز أعرف علشان أيسر على الواقف على الإسناد مين دوت، ما تعبهوش يدور هو على الراوي، لكن أنا عايز أيسر عليه الأمر وعرف هذا الشيخ. أعمل إيه؟ أقوم جاي أقول بقى كده، حدثنا شيخي فلان قال حدثنا محمد هو ابن سلام أو هو البيكندي، ماشي كده؟ يبقى أنا كده عرفت، ولست أيضا طلعت منين؟ من الكذب على الشيخ. ليه؟ لأن الشيخ ما قالش ابن سلام ولا قال البيكندي، يبقى أنا ما أقدرش أغير في لفظ مين؟ في لفظ الشيخ شيئا. لكن الشيخ بتاعي المباشر أقدر بقى أقول فيه إيه؟ يبقى حدثنا مثلا الشيخ أحمد شحاتة، ماشي كده؟ لا، حدثنا أبو محمد الألفي، مش كده؟ زي ما أنا عايز شيخي، لكن شيخ شيخه بقى شيخ شيخ شيخي، لازم أجيب لفظ شيخي فقط. طب عايز أعرف الشيخ بتاع شيخي، يبقى أقول هو أو الفلاني أو يعني ابن فلان، يبقى أنا كده صرت إيه؟ صرت إيه؟ محدثا بلفظ الشيخ ولم أزد. لكن عملت إيه؟ فتحت قوس وقمت حاطط فيه إيه؟ الزيادة بتاعتي أنا اللي تدل على تعريف المبهم، اللي تيسر الأمر على الواقف على الإسناد إن كده إيه؟ إن ده فلان، عشان ما تتعبش وتعرف مين هو محمد ده تتعب فيه، لا هو فلان. واضح كده؟ شايف دي الدقة، ده الدقة. فما بالك بقى بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. احنا ليه بنقول لك كده؟ علشان لما تقول ده كذا يبقى انت عندك يقين بما بصحة ما في الكتاب. ده في لفظ الشيخ مش قادر يغير في اسم الشيخ بتاعه حاجة، مش قادر يزود ولا كذا ولا كذا. لو قال محمد ابن سلام صار كاذبا، صار ايه؟ كاذبا. تخيل بقى، فاذا كان كاذب الرواية بتاعته يحصل لها ايه؟ خلي بالك، شفت دقة المسألة. فما بالك بقى بحديث النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، ده يبقى بيتعامل معاه ازاي؟ ولذلك كان احدهم يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول او هكذا قال او قام سمعت، ويرتعد يتغير لونه، ومنهم اللي كان يغمى عليه. ليه كل ده؟ يقول لك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. ليه؟ ليه؟ لان في وعيد على الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، ومن كذب عليه صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار والعياذ بالله تبارك. شوف خطورة المسألة. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه الكلمة أو هذا الأمر شرع مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يجعله دين، يجعله إيه؟ دين. شوف خطورة المسألة. يبقى وقع في إيه؟ أم لهم إيه؟ شركاء شرعوا لهم والعياذ بالله. شفت خطورة المسألة عاملة إزاي؟ عرفت خطورة الحديث؟ عرفت؟ عشان كده لا، الحديث ما تقوليش ده حديث كده في فضائل الأعمال عدي. فضائل الإيه؟ فضائل الأعمال يعني لا، فيش حاجة اسمها فضائل الأعمال كده. ضعيف تقول ضعيف يلزمك، وما تجيش تقول لي ما أنا قلت روية. روية دي تقولها عند مين يعني؟ لما تطلع على منبر وكذا وحال الناس، كم واحد يعرف أن روية دي تدل على التمريض أو تدل على التضعيف، يعني من صيغة جزم؟ كم واحد روية أو قيل أو كذا يعرفها منين ديت؟ لازم توضح
هذه أمانة تتحملها أمام الله عز وجل، واحذر أن تقول قال رسول الله، احذر أن تقول قال إيه قال رسول الله، إلا إذا ما كان في عداد القبول أو المقبول، عشان ناخد درجات الإيه الصحيح والحسن، حسن لغيري أدنى درجات القبول. واضح كده؟ شفت خطورة الحديث عامل إزاي؟ شفت خطر الحديث؟ مسألة في غاية الخطورة، ده في اسم شيخ، بس ده في اسم إيه؟ في اسم شيخ. طيب، ففي رواية كريمة قالت حدثنا محمد هو ابن سلام، وفي رواية الأصيل محمد وحسب دون نسبة، وهذا ما اعتمده المزي أبو الحجاج في الأطراف، فقال رواه البخاري عن محمد قيل هو ابن سلام، قيل إيه؟ هو ابن سلام. طب إيه المعنى؟ معنى ذلك أن كريمة رحمها الله أو شيخ كريمة أو شيخها أبو الهيثم الكشميهني أو شيخه أبو عبد الله الفرابري أراد تعريف شيخ البخاري في هذا الحديث، وهو سمعوش من البخاري ابن سلام، لكن سمع من البخاري مين؟ محمد. أو الكشميهني سمعوا من الفرابري مين؟ محمد. أو كريمة سمعته من شيخها من الكشميهني محمد. فكل منهما كأنه أراد أن إيه؟ يزيل الإبهام ويزيل اللبس بأي محمد تاني، فعايز يعرفه. لكن البخاري ما قالش محمد ابن سلام، يوم هو شغلته يقول إيه بقى؟ يقول لنا هو ابن سلام، هو إيه؟ ابن سلام. أو محمد هو البيكندي، أو يعني البيكندي. يبقى أنت تعرف بقى خلاص، تكمل أنت المسألة وتعرف هو إن هو محمد ابن سلام اللي البيكندي. شفت المسألة ماشية إزاي؟ نعم. فأراد تعريف شيخ البخاري في هذا الحديث وإزالة اللبس عنه لكون شيخه لم ينسبه، لكن ليس للراوي، ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه. ما يقدرش يتكلم إلا في نسب مين؟ شيخه. فيقول فلان السكندري كذا، يجيبه بالكنية، يجيبه باللقب، يجيب السلسلة. شيخك انت حر فيه، تصرف فيه زي ما انت عايز، هاته زي ما انت عايز، مرة كده اسمه مثلا مجرد، مرة بكنيته بلقبه بنسبه، زي ما انت عايز شيخك. لكن شيخ شيخك لازم تقف فيه عند لفظ شيخك أنت، عايز تعرف ده شغل تاني بقى. طيب، فليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه ولا صفته على ما سمعه من شيخه، لئلا يكون كاذبا على شيخه، لئلا يكون كاذبا على إيه؟ على شيخه. فإن أراد تعريفه وإيضاحه وزوال اللبس، اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره، محمد ياما، فطريقه أن يقول قال أي شيخي حدثني فلان، يعني ابن فلان، أو هو ابن فلان، أو هو الفلاني، أو نحو ذلك، فهذا جائز حسن استعمله الأئمة. ألي الصورة اللي إيه؟ الصورة اللي معانا. واضح كده؟ طيب، في بعض نسخ الصحيح قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر. انت لو بصيت فوق عندك هنا هتلاقي كم قال؟ في اتنين، وهنا قال واحدة بس. قال ايه؟ واحدة بس. المعنى اي قال صالح قال عامر، ماشي كده؟ اي قال صالح قال ايه؟ قال عامر. عادة اهل العلم اهل الحديث حذف قال اذا تكررت في الخط، لا في اللفظ، لا في النطق، ماشي كده؟ لا إيه؟ لا في النطق. نعم، يبقى في الخط يشيلوها، لكن في النطق إيه؟ يلفظوا بها. قال الإمام النووي رحمه الله جرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونحوها فيما بين رجال الإسناد في الخط، يعني في الكتابة، وينبغي للقارئ أن يلفظ بها، إن هو يأتي بها إيه؟ لفظا نطقا. وإذا تكررت كلمة قال كقوله حدثنا صالح قال قال الشعبي، فإنهم يحذفون إحداهما في الخط، فليلفظ بهما القارئ. بيشيلوا واحدة فين؟ في الكتابة. أنت لما تيجي تنطق تجيب إيه؟ الاثنين قال. نعم، فليلفظ بهما القارئ، فلو ترك القارئ لفظ قال في هذا كله فقد أخطأ. يبقى مثلا حدثنا محمد بن سلام، حدثنا صالح، حدثنا المحاربي، المفروض هنا ايه؟
بينهم هنا ايه؟ قال حدثنا. انت شلت ديت ماشي كده اخطأت، لكن ما هوش خطأ يعني جسيم، لكن انت اخطأت في الرواية، ده أدب الرواية، ده أدب الايه؟ أدب الرواية. نعم. فينبغي للقارئ أن يلفظ بها، وإذا تكررت كلمة قال كقوله حدثنا صالح قال قال الشعبي، فإنهم يحذفون إحداهما في الخط، فليلفظ بهما القارئ. فلو ترك القارئ لفظ قال في هذا كله فقد أخطأ، والسماع صحيح للعلم بالمقصود، يعني حدثنا، حدثنا يعني قال حدثنا. نعم. ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه، لدلالة الحال عليه. تخريج هذا الحديث عند الأئمة الستة. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه الإمام البخاري هنا في العلم وفي العتق والجهاد وأحاديث الأنبياء والنكاح. حديث أبي موسى رضي الله عنه متفق عليه، أخرجه الإمام مسلم في الإيمان وأعاده مختصرا في كتاب النكاح في صحيحه. الحديث أيضا أخرجه أبو داود في العتق والترمذي والنسائي وابن ماجة، ثلاثتهم في النكاح. أما شرح هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مبتدأ، والتقدير ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة، لأنه لا يجوز أن يبدأ بالنكرة المحضة، ما فيش في اللغة البدء بالإيه؟ بالنكرة. فعلشان كده جاز الإيه أو وجب الإيه؟ التقدير. أربع من كنا فيه، يبقى إيه التقدير؟ أربع خصال، واضح كده؟ أربع إيه؟ خصال، أو خصال أربع من كنا فيه، التقدير. لكن ما ينفعش تبتدي بإيه؟ بنكرة صرف. نعم. ثلاثة مبتدأ والتقدير ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة، لهم أجران. لهم أجران هذا خبر الإيه؟ خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى وكذلك الإمام البخاري في الأدب المفرد ذكر مناسبة أو سبب، ساق سببا لحديث الشعبي هذا، أو لحديث يعني رواية الشعبي هذا التي وصل بها إلى أبي موسى الأشعري. فقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، ده شيخ الإمام مسلم النيسابوري رحمه الله تعالى، قال أخبرنا هشي عن صالح ابن صالح الهمداني أنه قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا، يعني عندنا في بلادنا من أهل خراسان، يقولون في الرجل، يقولون في الرجل إذا أعتق أمته، كانت عنده أمة وأعتقها لله تبارك وتعالى، أعطاها حريتها، قال اذهبي أنت حرة لوجه الله، ثم تزوجها بعدما أعتقها بقت حرة، فأم جاي بعدها إيه؟ تزوجها، فهو كالراكب بدنته، كالراكب إيه؟ بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. الحديث. وعند ابن حبان من طريق ابن المبارك كالراكب هدية، الهدي اللي هو يهدى إلى الإيه؟ البيت الحرام، إلى الكعبة. نعم. إيه المعنى بقى؟ المعنى أن الذي يعتق أمته ثم يتزوجها فهذا مثل الذي يهدي إلى الحرم بدنة، يقدم لها إيه؟ ناقة أو بعير، يعني ناقة يقدمها للإيه؟ للحرم قربان هدي، واضح كده؟ طيب. ثم يركبها، يوم جاي راكب الإيه؟ الهدي دوت اللي هو أهداء إلى الإيه؟ أهداء إلى الحرم. المعنى فكما لا يجوز ركوب البدنة، ركوب الهدي، إلا في حال الضرورة، إلا إيه؟ في حال الضرورة. وذلك لحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف، يقول لواحد اركبها بالإيه؟ بالمعروف، إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، لحد ما تلاقي حاجة تانية تركبها، إن أنت كده هتبقى في مشقة شديدة عليك، تبقى معاك الهدي وأنت ماشي على رجليك، لا اركبها طالما أن أنت إيه؟ مضطر، إلى أن تجد
ظهرا آخر يبقى تنزل عنها وتسيب الهدي. طيب هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فالمعنى فكذلك لا يجوز أن يتزوج أمته التي أعتقها، فطالما أعتقها خلاص إيه يبقى انتهى الأمر ولا يتزوجها. ليه؟ لأنه إذا كان الأمر هكذا يكون رجوعا، أكنه رجع في إيه؟ أكنه رجع في اعتاقه أو عتقه إياها. واضح كده؟ هنا بقى ده اللي أهل العلم يسموه إيه؟ القياس الفاسد، قياس غير معتبر. ليه؟ لأن القياس نلجأ إليه عند الضرورة، نلجأ إليه عند الإيه؟ عند الاضطرار. واضح كده؟ فنعمل العلة، نعمل العلة أو نعمل السبب. واضح كده؟ الذي في الأصل نجريه على الإيه؟ على الفرع، يبقى فيه علة رابطة بين الأصل وبين الإيه؟ بين المسألة الحادثة أو النازلة. عندئذ يصح الإيه؟ يصح القياس. يصح الإيه؟ يصح القياس. القياس الفاسد إن يكون عندي إيه؟ عندي نص قرآن أو سنة أو عندي إجماع، يبقى لا يصح القياس. لا يصح الإيه؟ القياس. والحل إيه؟ والحل هكذا، عندي نص أو عندي إيه؟ أو عندي إجماع. ولذلك يقول لك لا قياس في إيه؟ مع الإيه؟ مع النص. ماشي كده؟ قياس مع النص وعلى طول يوم جاي شطر يقول لك هذا إيه؟ فاسد الاعتبار، يعني مهمل، كأنه إيه؟ كأنه غير موجود، ملوش قيمة، لأن العبرة بالإيه؟ بالنص. العبرة بالنص. طيب فبنقول الأصل في القياس أنه يستعمل إذا عدم النص. قال الزركشي وقد نقل قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة. الرسالة ده يعني أول مؤلف في علم الحديث وفي علم الأصول، الرسالة، كتاب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. فنقل قول الشافعي في الرسالة رحمه الله: القياس موضع ضرورة. يبقى القياس إمتى نلجأ له؟ عند الاضطرار. عند الاضطرار القياس موضع ضرورة، لأنه لا يحل القياس. لا يحل، يبقى على طول إيه؟ شيل لا يحل وحط مكانها إيه؟ يحرم. واضح كده؟ طيب لا يحل القياس والخبر موجود، الخبر اللي هو النص، الخبر اللي هو إيه؟ النص. كما يكون التيمم طهارة عند الإعواز من الماء، ما فيش مية، ماشي كده؟ يبقى عنده إيه؟ التيمم يرفع الحدث الأكبر والحدث الإيه؟ والحدث الأصغر. نعم. ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، مش يقول لك كده إذا وجد الماء بطل الإيه؟ إذا وجد الماء ما ينفعش أنت إيه؟ تتيمم، إلا إذا كان بقى فيه إيه؟ في حاجة تانية، مرض أو كده، ده حكم تاني. نعم. لذا يعتبر الأصوليون، علماء أصول الفقه، القياس مع وجود النص أو الإجماع ومخالفته لهما فاسد الاعتبار. يبقى القياس الفاسد الاعتبار إذا كان فيه نص في المسألة أو إيه؟ أو إجماع، والإجماع حجة من حجج الشرع. واضح كده؟ الإجماع حجة من حجج الإيه؟ من حجج الشرع. فأجابه الشعبي رحمه الله بما يدل على أنه محسن. وهنا فقه الشافعي إنه ما قالوش لا إزاي، لا هذا يجوز لك، وإن أنت لأن إذا قال له كده ممكن الرجل يقول له هات الدليل مثلا، من رجل عمل كده يبقى مش عارف الدليل. فعلى طول الإمام الشعبي عمل إيه؟ شال المسألة ديت وجاي جايب له الإيه؟ جايب له النص. جايب له الإيه؟ النص. يعني لا تتكلم إلا بإيه؟ إلا بدليل. ماشي كده؟ ما تقولش يجوز، او حتى لو قلت له يجوز افعل تكون انت عارف الايه، عارف الدليل، عارف الايه الدليل، بحيث اذا ما طلبت ايه دليلك تقول له دليلي كذا. ولو قلت الدليل على طول عند من يعي ذلك ويفهم ويحسن هذا، يبقى هذا احسن واحسن، هذا ايه احسن واحسن، وهذا هو المقرر او المتقرر. نعم. فاجابه الشعبي بما يدل على انه محسن اليها الى امته احسانا بعد احسان، يعني إحسان الأول بالعتق والإحسان الثاني بالإيه؟ بأنه تزوجها ولم بقى إيه؟ ولم يترك، أنه ممكن يزهد فيها الناس، فهو كمان لا، ده حيقوم عليها وعلى نفقتها وعلى إحصان فرجها إلى غيره، بقى إحسان بعد إيه؟ بعد إحسان. نعم. وأنه ليس من الرجوع في شيء، ليس من الرجوع في عتقه من شيء يعني.
فذكر له الحديث، فذكر له الحديث. طيب، قوله رجل، هذا بدل تفصيل من ثلاثة. بدل إيه؟ بدل صبي. يعني هو لك ثلاثة وهم جاي يقول لك إيه؟ رجل، مش كده؟ يبقى رجل إيه؟ بدل تفصيل، لم يرش إيه؟ رجال، لكن جاب رجل اللي هم الأصل بدأ بكام؟ بثلاثة، بدأ به بثلاثة. نعم. أو بدل كل إن نظر إلى المجموع، أو بدل كل إن نظر إلى المجموع، زي مثلا إيه؟ ولله على الناس حج البيت. استفدنا كده إيه؟ أنا لحد كده وجوبه على مين؟ على الكل. إلا يجي بعد كده إيه؟ من استطاع إليه سبيلا. عملت إيه ديت؟ بدل. عمل إيه؟ بدل من مين؟ من الناس، من الكل. نعم. وقال العيني الأولى أن يقال رجل، خبر مبتدأ محذوف تقدير أولهم، أو الأول رجل، الأول رجل. نعم. من أهل الكتاب هي صفة لرجل، ولفظ الكتاب عام. لفظ الكتاب إيه؟ عام، ومعناه خاص. لفظ الكتاب عام ومعناه خاص، أي الكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى، والمراد به أدواجه الخصوص بقى، والمراد به التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل. فتكون الألف واللام للعهد الذهني، يبقى حيثما أطلق الكتاب يبقى على طول بنفهم إيه؟ إن هو إيه؟ التوراة أو الإنجيل، أهل الكتاب يبقى أهل إيه؟ نعم. كما تظاهرت بذلك نصوص الكتاب والسنة، حيث يطلق أهل الكتاب، يبقى أهل الكتاب عالم على مين؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. وقيل المراد به هنا الإنجيل خاصة، ده المراد به هنا إيه؟ الإنجيل خاصة وليس التوراة. ليه؟ هذا إن قلنا إن النصرانية ناسخة لليهودية، إن النصرانية ناسخة ليه؟ ناسخة لليهودية. إيه الكلام دوت؟ قال البيضاوي في قوله تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالآية تدل على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام، الإنجيل مشتمل على الإيه؟ على الأحكام، وأن اليهودية بذلك شريعة منسوخة، الأحكام اللي في اليهودية إيه؟ منسوخة، إلا ما أقر منها في الإنجيل، وذلك ببعثة عيسى عليه السلام. ليه؟ إن موسى كان مبعوثا رسولا إلى بني إسرائيل، وعيسى جاء أيضا من بعده إلى إيه؟ إلى بني إسرائيل. فيبقى عيسى وشريعته ناسخة لشريعة إيه؟ لشريعة موسى عليهما السلام. وأنه كان مستقلا بالشرع، كان عيسى مستقلا بالإيه؟ بالشرع. أما حملها على وليحكم بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة فهذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الإيه؟ لكن عليهم وجوب العمل بني إسرائيل بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام، عليهم أن يعملوا أولا يؤمنوا بعيسى، والحاجة الثانية يعملوا بإيه؟ بشريعته، ولا يبقى واحد منهم بلغته شريعة عيسى، واضح كده، أن يعمل بإيه؟ أن يعمل بالتوراة، لأنها صارت منسوخة ببعثة إيه؟ ببعثة عيسى وإنزال الإنجيل عليه، ونزول الإنجيل إيه؟ ونزول الإنجيل عليه، تبقى صارت اليهودية أو التوراة إيه؟ منسوخة، صارت التوراة إيه؟ منسوخة. ماشي كده؟ واضح كده؟ زي مسألة إيه؟ شرع من إيه؟ شرع من قبلنا كده، واضح؟ فشرع من قبلنا إذا كان في شرعنا خلافه يبقى إيه؟ ده منسوخ، لأن شرعنا ناسخ لإيه؟ إلا ما أقر في شرعنا، إلا ما أقر في إيه؟ إلا ما أقر في شرعنا، فهذا من إيه؟ من شرعنا، فهذا صار من إيه؟ من شرعنا، واضح كده؟ فنفس الإيه؟ الكلام. فدلوقتي هم اتكلموا على إن النصرانية ناسخة للإيه؟ لليهودية، والإنجيل ناسخ لما إيه؟ لما في التوراة ما لم يكن من التوراة أحكام أقرت في الإنجيل، يبقى يلزمهم دلوقتي الإيمان بمين؟ بعيسى والإنجيل فحسب. واضح كده؟ وضحت الجزئية ديت؟ طيب. ويدل على ذلك
ما أخرجه الإمام البخاري في أحاديث الأنبياء بلفظ وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران. يبقى نص على مين؟ على عيسى. نص على مين؟ على عيسى. فإنه يدل على أن المراد في حديث الباب أهل الإنجيل خاصة، يعني النصارى فقط، ولا يدخل في الحديث مين؟ اليهود. ولا يدخل في الحديث مين؟ اليهود. طيب، فجوابه محمول على أن هذا اقتصار من الراوي واختصاره، والأصل كما ذكره آخرون، والأصل كما ذكره آخرون. فإن قيل حمل الكتاب على العموم حتى يشمل اليهود والنصارى، يعني الاثنين مع بعض، صعب جدا، لأن اليهود كفروا بعيسى عليه السلام وقالوا فيه وفي أمه المبرأة عليهما السلام قولا عظيما، كفروا بعيسى عليه السلام، وكفرهم بعيسى محبط لإيمانهم بموسى، بل محبط بإيمانهم من الأنبياء حتى آدم. واضح كده؟ لأن من شروط الإيمان الإيمان بجميع الإيه؟ نعم. ثم إنهم لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى لهم إلا عمل واحد. يبقى دلوقتي المسألة بقوا إيه؟ ما أمنوش بعيسى. طب لما ما أمنوش بعيسى صاروا إيه دلوقتي؟ صاروا كفارا، وما بقاش ليهم بقى مسمى إيه؟ أهل كتاب كمان. واضح كده؟ إن كان يلزمه الإيمان بمين؟ بعيسى، لأن عيسى مبعوث إلى بني إسرائيل خاصة. واضح كده؟ طيب، فلما كفروا بعيسى ولم يتبعوا عيسى صاروا كفارا. فلما جم النبي صلى الله عليه وسلم اللي آمن بينهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ياخد أجرين بناء على إيه؟ يبقى ما ياخدش إلا بس إيه؟ أجر إيمانه برسول الله. واضح كده؟ ياخد بس أجر إيمانه بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن مؤمنا بإيه؟ بنبيه. لأنه لم يكن مؤمنا بإيه؟ بنبيه، فلا يحسب له إلا إيه؟ الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. معانا كده في التسلسل ده؟ طيب. ثم إنهم لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إلا عمل واحد، وهو الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يستحقون عليه إلا أجرا واحدا. قال الحافظ ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ. ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ، لأن عيسى عليه السلام كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف، كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف، فمن أجابه منهم نسب إليه، ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنا فلم يتناوله الخبر. يبقى ما مش داخل في مسألة له إيه؟ له أجران. واضح كده؟ لأنه لازم يكون آمن بمين؟ بعيسى عليه السلام، فلا يتناوله الخبر، لأن شرطه أن يكون مؤمنا بنبيه، وعيسى هو نبيه بعد موسى، وهو إيه؟ لم يؤمن بعيسى، يبقى ملوش إلا أجر واحد. ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنا فلا يتناوله الخبر، لأن شرطه أن يكون مؤمنا بنبيه. نعم، من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل، اللي دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل، أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام، زي كده يهود اليمن، ماشي كده؟ اليهود فين؟ في اليمن، أو اليهود اللي كانوا في جزيرة العرب في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهؤلاء من غير بني إسرائيل، أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام، اللي هم تهودوا من العرب، أو لم يكونوا معاصرين لعيسى عليه السلام، فلم تبلغه دعوة عيسى. لم تبلغه دعوة عيسى، يصدق عليه أنه يهودي، يبقى فضل متمسك بإيه؟ بيهوديته، مؤمنا بموسى، وما يعرفش حاجة عن عيسى، ما يعرفش حاجة عن عيسى. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، فصار مؤمنا بموسى ومؤمنا بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى له كم أجر؟ له الأجرين برضو، له الإيه؟ الأجرين برضو. نعم، إذ هو مؤمن بموسى عليه السلام ولم يكذب نبيا آخر، ما كذبش عيسى، لأن عيسى لم تبلغه دعوته. نعم، فمن أدرك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ممن كان بهذه المثابة وآمن به، لا يشكل أنه يدخل في الخبر المذكور، ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام،
لكونه أرسل إلى بني إسرائيل خاصة. طيب ده إشكال كده تحل، لكن يبقى إشكال. الإشكال في اليهود الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث هي قوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويضرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه الآية نزلت في طائفة آمنوا، منهم عبد الله بن سلام وغيره من اليهود الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الطبراني في الكبير قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي وهو ثقة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن يحيى ابن جعدة يعني المخزومي وهو ثقة أيضا عن رفاعة القرظي، ده كان يهودي وآمن أيضا رضي الله تعالى عنه، أنه قال: نزلت هذه الآية في 10 رهط أنا أحدهم. وهذا إسناد صحيح. هذا إسناد إيه؟ إسناد صحيح. يبقى نزلت الآية دي في 10 من اليهود وهو إيه؟ واحد منهم. طيب، فهؤلاء من بني إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى عليه السلام، لكن استمروا على الإيه؟ على اليهودية، إلى أن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وثبت بالنص أن لهم كم أجر؟ أجرين. ده بالنص هو بالقرآن أن لهم كم أجر؟ أجرين. طيب، فيمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة أنهم لم تبلغهم دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لم تنتشر هذه الدعوة في أكثر البلاد. دعوة عيسى لم تنتشر في أكثر البلاد، فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى عليه السلام، إلى أن جاء صلى الله عليه وسلم بالإسلام فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى. ماشي كده؟ طيب، وقيل الظاهر أيضا أنه فلا نسيء الظن بهم، وإذا كان الأمر كذلك فقد كفاهم تصديقهم به إجمالا، على سبيل الإيه؟ أنه نبي من أنبياء الله عز وجل، فكان الإيمان به مجمل، والإيمان يقبل مجملا، الإيمان يقبل إيه؟ مجملا، لاستحقاق أجر إيمانهم عن عهدة التزام شريعته. يبقى هم برضو مؤمنين به، لكن لم تبلغهم الإيه؟ الشريعة، فلم يعملوا إلا بما عندهم، وهذا يصير واجبا عليهم، فيبقى برضو لهم الإيه؟ الأجر مرتين. نعم، لأنهم لم تبلغهم الدعوة إلى شريعته بخصوصها. واضح كده؟ واضح هذا الأمر؟ طيب، نكمل ولا كفاية كده؟ طيب. وقال الطيبي: يحتمل إجراء الحديث على عمومه، لا يفضل برضو إيه؟ حتى اليهود اللي ما أمنش بعيسى وجاء بعد ذلك أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يفضل برضو له إيه؟ له أجرين. طيب، ويحتمل إجراء الحديث على عمومه، إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سببا لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة. منسوخة ببعثة من؟ ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويؤيد العموم، يعني الحمل على أهل التوراة والإنجيل اليهود والنصارى، ما أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي أمامة أنه قال: إني لتحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يعني فتح مكة، إني لتحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فقال قولا حسنا جميلا، وكان فيما قال: من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين، وله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره وله ما لنا وعليه ما علينا. ده رواية الإمام أحمد، وهو صحيح المتن، المتن صحيح، لكن الإسناد ضعيف. الإسناد إيه؟ الإسناد ضعيف لأجل عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى. لكن عبد الله بن لهيعة توبع، ابن لهيعة إيه؟ متابع، فقد أخرج
الطبري رحمه الله تبارك وتعالى أبو جعفر في التفسير، والطحاوي في مشكل الآثار، واللفظ للطبري. قال حدثني يونس وهو ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث وابن لهيعة. يبقى المعول على مين؟ الليث. نعم. عن سليمان بن عبد الرحمن وهو ابن عيسى المصري وهو ثقة، عن القاسم بن عبد الرحمن يعني الدمشقي وهو ثقة، عن أبي أمامة الباهلي بمثله. يبقى ثبت كده الإيه؟ صحة الإيه؟ صحة الحديث. نعم. وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن صالح، وهذا كاتب الليث هو صدوق كثير الغلط. قال حدثني الليث قال حدثني سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم عن أبي أمامة به، إلا إنه عندهم بلفظ شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، مش يوم الفتح، مش يوم الإيه؟ مش يوم الفتح، لكن فين؟ في حجة الوداع. واضح كده؟ فده يدل على دخول إيه؟ دخول إيه؟ أهل الكتابين ولا لهم إيه؟ وأن لكل منهما إيه؟ أجران إذا آمن بنبيه وإذا آمن برسوله صلى الله عليه وسلم على ما ذكره الطيبي. طيب هنقف عند هذا القدر وهذا الحد على أن نكمل إن قدر الله عز وجل لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.